بغيتها قرايتي، بغيت نصح نولي لاباس. حتى والدي ما نعذبهمش معايا، حيت كتجيني شي حاله بزاف نقدر تقول نموت. تيتي صغورة عندي مشكل في القلب، عندي العروق مقلوبين وتقبة في القلب. العامين الاخرى كان مرض بزاف، كان تخنق، خاصني ديما خاصني ندير هذا الاكسجين. سميتي كوثر هوانا، عندي 20 عام، كنت تزيد صغيرة عندي مشكل في القلب، عندي العروق مقلوبين وتقبة في القلب. كنت نسات بيا ماما في كازا وعاونت واحد الجمعية، ما عرفتش انا داكشي، انت كنت باقا صغيرة، عاونت شي جمعية مشيت درت عملية سويسرا. درت العملية سويسرا نجحت ليا، كنا ناكل الدواء عادي. كنكبر شوية، هاد العامين الاخرى كان مرض بزاف، كان تخنق، خاصني ديما خاصني ندير هذا الاكسجين. وكنت واحد من عام سنة رمضان كان ما ناسو السبيطار. ودابا مؤخرا دابا في 2020 مرضت بزاف، وعندي ورم ليا القلب، وكان كيجيني شي حريق بزاف، كيضرب ليا قلبي بحال كيبي كيخرج، مبقيتش كنقد نتنفس ومبقيتش كنقد نمشي، وزراقيت كيف كنت ملي كنت صغيرة. مشيت عند طبيبة هنايا أخصائية في اسفي، وعطاتني الدواء وكتبت لي برائع زوم مراكش. مشيت كرس تاني ما بقيتش، مشيت او تاني مشيت واحد سخفت واحد النهار تاني، ومشيت السبيطار محمد الخامس هنايا في اسفي، صيفطوني كتبوا لي برا مستعجلة لمراكش. مشيت لمراكش و درت تحاليل والراديو وكل شيء، ودخلت عند أخصائية دكتورة كبيرة في مرض القلب. درت لي التلفاز الأولى، قالت لي مناش كتعاني، ودابا وأنا ما كنتش عارفة داك مناش كنعاني من الأول، تشرحت لي، قالت لي ملي تزاديت بلي العروق عندي مقلوبين وكانت عندي ثقبة، ومني كيديروا لي العملية في برا كنت بحال مت ليهم. قالت لي امني ردوني في الحياه ما بقاوش ردوا دوك العرق بحال الناس العاديين، خلاهم كيف خلقني سيدي ربي، غير داروا قلبو بواحد الطريقه، ما قلبو باش الدم يدوز للقلب، داروا الضغط كامل على واحد العضله. وقالت لي باش نعود طبيعيه، حيت هاد العمليه اللي داروا لي كانوا غيقولوا نعيش بها حتى نموت. ولكن مؤخرا ما انا بديت كنكبر مابقاش القلب ديالي والعضله كيتحملوا، العضله بدات كتضعف بزاف وبدا عليها الضغط. قالت لي دابا خاصني ندير جوج عمليات، خاصني بعدا نحيد الضغط على العضله عاد نعاود نرد داكشي بحال الناس الطبيعيين. عطاتني الورقه صيفطتني، قالت لي عندي خاصك ديري العمليه، قالت لي العملية خطيرة ومستعجلة ضروري ديرلك، قالت لي إذا بغيتي تعيشي حياة طبيعية ما عمرك تفكري الطبيب خاصك ضروري ديريها. دابا منين جيت من مراكش كنت شوية، لكن دابا مؤخرا مرت بزاف، بدات كيتزاد بزاف، منقدرش دابا نجلس بلا الدواء، إذا ما كليتش الدواء كنغيب وكنبقى نهج، كنقدش ندوي مبقيتش نمشي. دابا راه كتر من شهرين ما خرجت، مدرستي ما بقيتش كنمشي ليها، قرايتي مدخليش، بغيتها قرايتي، بغيتها نصح نولي لاباس، ما
حتى والدي ما عندهمش معايا، حيت كتجيني شي حاله بزاف نقدر نقول نموت. والله تنموت، كتجيني البارح جاتني واحد الحاله كنبقى شاده في قلبي بحال هكا، كيبقى قلبي كيضرب كنبقاش قادر نتنفس، خاصني ضروري ندير اكسجين والحريق. دابا كندير معاك وفيه الحريق، عندي القلب منفوخ. بغيت قرايتي، كان عندي احلام بزاف، نشد الباك العام باش نولي السنة ديال اللغة العربية، نكمل احلام ديالي. كنطلب من الناس كاملين غي يشوفوني، عافاكم تعاونوا معايا، عافاكم شي محسن. واخا حنا هادشي واحد ما كيبغيش بنادم يشوفو، حتى واحد ما كيبغي يقول راه خاصني ولا ضامني ولا، حيت حتى واحد ما كيرضى، كل واحد عنده كرامته نفسه. كنتي كتشوف شي حوايج تصدقتي وشي حوايج، ولكن الحمد لله كنتمنى من اي واحد عنده الاستطاعه والقدره باش يعاونني، تسلي ربي ما عمرو يحرمو شي حاجه كان كيتمناها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.